مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار كتير طبعا عن النادي الأهلي وعن منتخبنا الوطني الأول. طبعا الأهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر ليه إن شاء الله يوم 23 أكتوبر اللي جاي. طبعا زي ما أنتم عارفين إن النادي الأهلي هيلعب بعد بكرة مباراة ودية قصاد المصرية للاتصالات عشان يجهز كل اللعيبة للموقع المهمة جدا أو للمباراة المهمة جدا في الجزائر، كمان عشان يحافظ برضو على لياقه اللاعبين في ظل توقف الدوري المصري الممتاز ومبارياته. كمان هنتابع مع بعض استعدادات مصر لمباراه سوازيلاند في الجوله الرابعه لتصفيات امم افريقيا المقرر ليها باذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي. المنتخب خلاص سافر النهارده على طياره خاصه في رحله تستغرق 10 ساعات، واكيد هنقول لكم كمان كل النتائج الخاصه بالمباريات في اسبوع اللقاءات الوديه. هنتكلم في كل ده بصحبه ضيفنا النهارده الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي في جريده الشروق، وانتم كمان تقدروا شاركونا النهارده عبر صفحاتنا وتجاوبوا على سؤالنا. سؤالنا النهارده بيقول رايك ايه، مين اللي هيكون بديل لمحمد صلاح في مباراه المنتخب اللي جايه قصاد سوازيلاند؟ مستنيه اجاباتكم على الفيسبوك وعلى تويتر وانستغرام. ودلوقتي تعالوا نشوف معاكم أبرز عناوين حلقتنا النهاردة. اليوم الأهلي يحسم موقفه النهائي من أزمة عقد الرعاية. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة وفاق سطيف. الفريق الأول يواجه المصرية للاتصالات وديا الثلاثاء. الجهاز الفني يدرس علاج علي معلول في ألمانيا. المنتخب يغادر لسوازيلاند. طبيب المنتخب ينفي مسؤولية الجهاز الفني عن إصابة محمد صلاح. وسباحة الأهلي تواصل حصد الذهب في بلغاريا. دايما بنبتدي حلقتنا بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي على الجرائد. الشروق اليوم الأهلي يحسم موقفه النهائي من أزمة عقد الرعاية، ومجلس الإدارة يناقش تقرير اللجنة القانونية المعنية بالأزمة وخيار إجراء مزايدة جديدة الأقرب. الأهرام الأهلي يجهز الخماسي العائد من الإصابة بمباراة ودية لمواجهة الأهلي. الأخبار الأهلي يجهز لاعبيه بودية قبل مواجهة وفاق سطيف، حظر إعلامي على أعضاء الجهاز الفني وتكريم أبطال أكتوبر. المسا الأهلي يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة الوفاق. فتحي وعاشور وسعد شاركوا في تدريبات الفريق بعد غياب، والأخبار المسائي كارتيرون يندب حظه، الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادا لسطيف وخلية نحل لتجهيز المصابين. أخبار الرياضة كارتيرون يستغل زعيم الثغر في معركة دوري الأبطال علاج الأخطاء الشغل الشاغل للفرنسي ورفاقه. أخبار الرياضة بعدما رفض السفر لبلاده باتريس يدخل القلوب بدعم غير محدود. أخبار الرياضة أحمد فتحي أرفض إهانة تاريخي. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم. هنبتدي مع الاهرام. الاهرام اللي قالت ان اداره النادي الاهلي هتحسم خلال الساعات القليله اللي جايه ان شاء الله الموقف النهائي الخاص برعايه النادي بعد فسخ التعاقد من طرف واحد من الشركه الراعيه القديمه، وكمان طرحت الاداره مزايده جديده للاسوار الجديده للنادي الاهلي سواء لمقر الجزيره وكمان مقر مدينه نصر بعد الانتهاء منها، واللي بيامل النادي الاهلي ان هو يحصل منها على ما لا يقل من 40 مليون جنيه سنويا.
معين. على الجانب الفني بقى، عقد يوسف جلسه امبارح قبل ما يبتدي التمرين مع اللعيبه ومع الجهاز الفني بصفته القائم باعمال مدير الكوره، وقال المدرب العام خلال الجلسه دي انه لن يقبل بالتهاون والخروج عن النص مهما هتكون العواقب ايه، ولا مكان لغير الملتزم جوه النادي الاهلي. وقال كمان ان هو سبق وفرض حظر اعلامي على الجميع عشان يزود من معدلات التركيز بعد ما وصلنا لدرجه متقدمه في دوري ابطال افريقيا، ومش هيقبل باي خرق لهذا القرار. وشدد كمان على ان هيكون في غلق لكل الملفات دلوقتي بهدف التركيز بس على مباراه وفاق سطيف الجزائري المقر ليها ان شاء الله يوم 23 اكتوبر الحالي. أما الأخبار المسائي فكتبت أن القلق لا يزال يسيطر على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بعد إصابة 13 لاعب من النادي الأهلي، وده طبعا اللي تسبب في حدوث أول خسارة للأهلي خلال الموسم الحالي قصاد الاتحاد السكندري في الدوري والفوز على الترسانة بنتيجة 3-2 بالصعوبة ضمن دور ال 32 من مسابقة كاس مصر. نفى كارتيرون الكل اللي اتقال طبعا عن أن الإصابات بسبب الإجهاد الزايد والأحمال الزايدة، لكن بترجع لتلاحم المباريات والتعدد البطولات واللي بياخدها النادي الاهلي في الدوري والكاس والبطوله العربيه وكمان دوري ابطال افريقيا. وبيسابق خالد محمود طبيب النادي الاهلي الزمن اكيد عشان يجهز اكبر عدد من اللعيبه في القائمه الافريقيه عشان يقدروا يستعدوا ويستعينوا بيهم بخدماتهم كمان في المباراه اللي جايه قصاد وفاق سطيف اللي بيسعى النادي الاهلي ان هو يفوز بيها عشان يتاهل للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا ويقرب طبعا من تحقيق حلمه الافريقي. جريدة أخبار الرياضة كمان كتبت أن مصائب قوم عند قوم فوائد، وهو ده اللي خرج بيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي من الهزيمة للفريق في مسابقته في الدوري المصري الممتاز قصاد الاتحاد السكندري بأربع أهداف مقابل ثلاث أهداف في الجولة العاشرة من الأسبوع اللي فات، ومن بعدها طبعا الفوز بصعوبة على الترسانة في دور ال 32 من مسابقة كاس مصر يوم الأربع اللي فات. الماتشين دول بيعتبروا سلاح إيجابي لكارتيرون وأعضاء الجهاز المعاون ليه في الوقت ده طبعا وقبل أسبوع من مواجهة حاسمة قصاد وفاق سطيف الجزائري في إياب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب 8 مايو يوم الثلاث اللي جاي. واستغل كارتيرون خسارة النادي الأهلي وكمان الفوز بصعوبة على الشواكيش أو على الترسانة في الكاس عشان يقدر ان هو يعمل ويتكلم مع اكتر من لاعب او يعمل اكتر من جلسه مع لاعب في الفريق خلال التدريبات اللي فاتت عشان يعدل من الاخطاء ويستعيد نغمه الانتصارات المحليه والعربيه والافريقيه قبل مباراه الاتحاد السكندري. وكان الفرنسي بيقول لنفسه ان الهزيمه دي جت في وقتها تماما وفي توقيت اكتر من رائع عشان يقدر يتفادى الاخطاء في المرحله اللي جايه او في المباريات المهمه اللي جايه. لسه مكملين معاكم مع اخبار الرياضه، واللي كتبت وقالت كمان ان بالرغم غضب الجماهير الاهلاويه من هزيمه النادي الاهلي قصاد زعيم الثغر برباعيه الا ان الجماهير ما حملتش باتريس كارتيرون مسؤوليه الهزيمه واعترفت بان الفريق بيعاني من ارهاق كتير جدا نتيجه ضغط المباريات. كارتيرون كمان كان محور الاهتمام من الجماهير اللي اشادت ليه واكدت ان هو مدرب عاشق ومخلص للنادي الاهلي وما بيدورش على الفلوس بس، لكن عشان حرصه على النادي الاهلي وعشان حرصه ان هو يقود الفريق للبطولات. طبعا هو رفض ان هو يسافر، وكمان الجماهير اشادت بالفرنسي بسبب الموضوع ده ان هو رفض ان هو يقضي اجازه مع اسرته ويحصل على راحه وفضل ان هو يكون موجود في النادي الاهلي عشان ما يفقدش تركيزه قبل مواجهه وفاق سطيف الجزائري ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. كارتيرون دخل قلوب الاهلاويه اللي رهنوا على تالقه وتحقيق مسيره انجازات في الفتره اللي جايه، وان هو بيعد المدرب الاهم بالنسبه ليهم بعد الاسطوره البرتغاليه مانويل جوزيه، واللي قاد النادي الاهلي لمسيره عالميه غير مسبوقه على مدار السنين اللي قضاها طبعا في تدريب النادي الاهلي وتحديدا في السنين الاولى للالفيه الثانيه. كمان اخبار الرياضه نشرت ان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي حاسس بالظلم الشديد خلال الفتره الحاليه بعد الكلام اللي خرج من مسؤولين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده خافيار اجيري بان استبعاده او استبعاد بعض اللعيبه من الحسابات كان بسبب كبر سنهم. ورد احمد فتحي في تصريحات صحفيه قال ان الكلام ده ما يصحش ان هو يطلع من مسؤولين في المنتخب، واكد ان الكلام ده غريب جدا. وقال فتحي انه لو تعامل بالطريقه دي فالافضل ان يتم تطبيق بقى قانون على اللعيبه هم
ويعتزلوا وهم عندهم 30 سنه، برغم ان في لعيبه طبعا بيكسروا الدنيا بعد المرحله العمريه دي، وانه من المحزن ان هو يتم تصدير مشاكل نفسيه للعيبه بان هم عجزوا. وقال كمان نجم النادي الاهلي ان في المره الاولى لاستبعاده كان شايف ان في امور ثانيه من وجهه نظر فنيه لاستبعاده، وحتى بعد تاكيد الجهاز الفني للمنتخب ان هو بيعتمد على اللعيبه الصغيرين كان بياكد لنفسه ان هو يقدر ان هو يجبرهم ان هم يعتمدوا عليه، ولكن في النهايه في لعيبه تم ضمهم وهم برضو قريبين من سن ال 30. اما الاستمرار في الكلام عن الازمات اهانه لتاريخه، لان هو كان لاعب اساسي في المنتخب الوطني قبل تولي جهاز اجاري المهمه وما قصرش في اي مباراه لمنتخبنا الوطني. وكمان قال احمد فتحي ان هو مركز حاليا مع النادي الاهلي وعارف كويس ان حقه هيرجع له وهيفضل في الملاعب حتى اخر نفس ليه، ولو حس ان هو مقصر او ان هو غير قادر على استكمال مسيرته فاكيد هيعلن اعتزاله. اهم الكلام والمنشطات اللي اتقالت في الجرايد عن النادي الاهلي دلوقتي، برضو هنروح نشوف النادي الاهلي اتقال عليه ايه لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كارتيرون: تابعت مباريات مصر ومالي والمغرب للاطمئنان على اللاعبين الدوليين. كارتيرون: مواجهه صيف صعبه وقادرون على التعامل مع اجواء اللعب في الجزائر. في الجول كارتيرون: أعرف أجواء الجزائر ولست جديدا عليها وثقتي في لطفي لم تهتز. يلا كورة: طبيب الأهلي ليس هناك عائق للسفر صلاح محسن للجزائر. موقع المصري اليوم: الأهلي يؤدي تدريبات قوية استعدادا لأفاق سطيف. بوابة الشروق: الأهلي يحسم موقفه النهائي من أزمة عقد الرعاية. بوابة الشروق: الأهلي يدرس علاج علي معلول في ألمانيا. بوابة فيتو: أجايي يعود من نيجيريا اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي في الأهلي. بوابة الوفد: تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي على هامش الميران الجماعي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يواجه المصرية للاتصالات وديا الثلاثاء. بعثت سلة الأهلي تصل لبنان للمشاركة في بطولة الحريري. بعثت الياد تتوجه للمغرب استعدادا لبطولة افريقيا. سباحة الاهلي تواصل حصد الذهب في بطولة بلغاريا. نروح معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي، ونبتدي من الموقع الرسمي لنادي الاهلي اللي كتب ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاهلي قال انه حرص على مشاهده مباراه منتخب مصر قصاد اسواتيني او سوازيلاند واللي اقيمت في القاهره وانتهت بفوز المنتخب برباعيه، وحريص برضو على متابعه مباراه الفريقين في الجوله الرابعه واللي هتقام يوم 16 اكتوبر الجاري عشان يتابع لعيبه النادي الاهلي المنضمين للمنتخب. كارتيرون كمان قال ان هو شاهد مباراه منتخب المغرب قصاد جزر القمر ومالي امام بوروندي عشان يتابع الثنائي وليد ازارو وصليف كوليبالي. واكد كارتيرون كمان ان متابعه مباريات مصر ومالي والمغرب أهم بالنسبة له من متابعة المباريات الأوروبية في الوقت الحالي عشان يقدر يطمن على اللعيبة الدوليين خلال مشاركتهم مع منتخبات بلدهم.
كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان مواجهه وفاق سطيف الجزائري صعبه وان اجواء اللعب في الجزائر ليست جديده عليه بسبب تجربته من قبل في التدريب مع فريق مازامب الكونغولي. كارتيرون كمان قال ان اجواء افريقيا بشكل عام سبق ان هو عاشها قبل كده لما كان مدرب لفريق مازامب الكونغولي وان هو عارف كويس ان اللعب في الجزائر هيكون صعب على اي منافس وده اكيد بسبب حماس الجماهير الجزائريه في المدرجات. وقال كمان المدير الفني ان نادي الاهلي بيضم لعيبه اصحاب خبرات وسبق ليهم ان هم عاشوا قبل كده تجربه اللعب في اصعب الظروف وان الجهاز بدا في تمرين امبارح ان هو يعد للمباراه مباراه العوده من خلال تجهيز كل اللعيبه خصوصا طبعا اللي راجعين من الاصابات واللي انتظموا في التمرين الجماعي. كمان في الجول قال تصريحات ل او كتب تصريحات لباتريس كارتيرون قال فيها انه لم افقد الثقه ابدا في علي لطفي بعد الاداء اللي قدمه مع النادي الاهلي في لقائي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز وكمان الترسانه في كاس مصر وبحاول على قدر المستطاع تجهيز كل العناصر وان انا اديهم فرصه من خلال التواجد في المباريات الرسميه. كمان يلا كورة قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان حالة صلاح محسن مهاجم الفريق في تحسن ملحوظ وقال كمان ان اللاعب بيشارك في التدريبات وفقا لبرنامج تأهيلي. خالد محمود كمان اكد ان محسن هيقدر ان هو يرافق الفريق خلال رحلة السفر للجزائر وقال ان مش هيكون في اي مشاكل او اي عائق من الناحية الطبية تمنعه من السفر مع الفريق. الموقع المصري اليوم كمان كتب وقال ان لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي ادوا فقره بدنيه صباح يوم الاحد على ملعب التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري وقاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه في الجهاز الفني للفريق فقره التدريبات البدنيه تحت اشراف الهولندي مايكل ليندمان مخطط الاحمال البدنيه في الجهاز الفني للنادي الاهلي وحرص الجهاز الفني للفريق بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون ان هو يقسم لعيبه الفريق عدة مجموعات عشان يخوضوا تقسيمة قوية في التمرين. كمان بوابة الشروق كتبت وقالت ان مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب هيعمل اجتماع مهم جدا مساء النهارده عشان يناقش العديد من الملفات الهامة على جميع الاصعدة سواء الانشائية او التعاقدية خصوصا طبعا الملفات المعلقة دلوقتي المستنية الحسم زي طبعا عقد الرعاية وعقد الملابس للفريق بعد ما فسخت شركة صلة السعودية عقد الرعاية وكمان شركة سبورتا عقد اللبس مع الفريق وهيناقش طبعا المجلس النهارده التقرير اللي قدمته اللجنه المشكله برئاسه العمري فاروق عشان يشوفوا الموقف القانوني والاجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركتين واستعراض اللي انتهت اليه اللجنه من ملاحظات بعد طبعا بحثها لكافه الملفات والعقود المبرمه بين النادي الاهلي وما بين الشركتين شركه سبورتا وشركه صلاح. مكملين مع بوابة الشروق اللي كتبت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بيدرس سفر المدافع التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الالمانيا عشان يتلقى العلاج هناك بعد اصابته بتمزق في العضلة الضمة خلال مشاركته مع النادي الاهلي في مباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني بيسعى ان هو يحصل للاعب على جرعة تأهيلية مكثفة في المانيا على امل ان هو يرجع سريعا للملاعب ويقدر يشارك في المباريات الرسمية خصوصا طبعا وان الاشعه اللي اجراها على مكان الاصابه بالاضافه لتقرير الجهاز الطبي للمنتخب التونسي اكدت غيابه لمده 3 شهور وهي اكيد فتره كبيره جدا والجهاز الفني عنده امل ان هو يقدر يقللها عن طريق سفره لالمانيا والمفروض ان هيتم اتخاذ قرار نهائي في الموضوع ده خلال ساعات. كمان بوابة فيتو كتبت وقالت ان جونيور اجاييه لاعب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي هيرجع النهارده من نيجيريا بعد ما قضى اجازه قصيره مع اسرته وهينتظم من جديد في برنامجه العلاجي والتاهيلي تمهيدا لرجوعه مره ثانيه للمشاركه في التمرين الجماعي. اجاييه حصل على اذن ان هو يسافر لنيجيريا عشان يطمن على اسرته وحدد يوم الاحد اللي هو النهارده ميعاد لوصوله مره ثانيه للقاهره. اجاييه اتعرض طبعا لقطع في الرباط الداخلي للركبه خلال مشاركته في مباراه تاونشيب واللي أقيمت في بوتسوانا. بوابة الوفد كمان كتبت وقالت ان حسام عاشور واسلام محارب وصبري رحيل وباسم علي لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي خاضوا تدريبات تاهيليه بالجري حوالين الملعب على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح.
الموقع الرسمي للنادي الاهلي كمان كتب ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيواجه نظيره المصريه للاتصالات وديا يوم الثلاث اللي جاي الساعه 3:30 عصرا، وبتيجي المباراه دي طبعا استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري المقرر ليها يوم 23 اكتوبر الجاري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي كتب ان بعثه الفريق الاول لكره السله رجال في النادي الاهلي وصلت لبنان للمشاركه في منافسات بطوله الحرير الوديه الدوليه واللي بتقام خلال الايام اللي جايه، وبيراس البعثه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وكان في استقبال البعثه وائل السويسي ممثل السفاره المصريه في بيروت، وكمان الجهاز الفني بقياده طارق خيري ضم طارق الغنام ومودي الجرحي لقائمه الفريق المشاركه في البطوله بعد ما تعافوا من الاصابه واللي كانت بعداهم عن المشاركه في تصفيات المنطقه الخامسه المؤهله لبطوله افريقيا للانديه في تنزانيا. لسه مكملين برضو مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي قال ان بعثه الفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي بتتوجه خلال الساعات اللي جايه لمدينه كازابلانكا المغربيه عشان يكون هناك معسكر اعداد قصير بيتخللوا مباريات وديه قبل السفر للكوت ديفوار عشان يخوضوا منافسات بطوله افريقيا للانديه، وبتنطلق رحله الفريق الساعه 5:15 فجرا يوم الاثنين، وهيطير كمان هاني مجدي مدير الفريق لابيدجان مباشره عشان يعمل الترتيبات الخاصه بال بعثة، وبيسعى الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد للظهور بشكل مميز والمنافسة على لقب البطولة بعد تدعيم الفريق خلال البطولة باستعارة أبو الفتوح أحمد حماصة. كمان برضو من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، فريق السباحه في النادي الاهلي واصل الفوز بالمراكز الاولى في منافسات بطوله بلغاريا الدوليه واللي بتقام في الفتره من 12 ل 19 اكتوبر الجاري المؤهله لبطوله العالم للسباحه القصيره. ففي منافسات الرجال حصد النادي الاهلي 12 ميداليه ذهبيه و10 ميداليات فضه و7 ميداليات برونزيه، وفي منافسات البنات فاز النادي الاهلي بثمان ميداليات ذهب و10 ميداليات فضه و7 ميداليات برونزيه. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا قبل ما نروح لاهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الاول نروح لشريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي في استاد مختار التتش في النادي الاهلي في الجزيره. مساء الخير عليك يا شريف. سنور عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طيب طبعا التدريب كان النهارده الصبح على استاد مختار التتش، عايزه اعرف منك اخر اخبار التدريب ايه، وكمان عايزه اعرف حاله المصابين تطمنا عليها، واكيد كمان كل كواليس تدريب النهارده. شيماء، يمكن التمرين بدا الساعه 9:30 صباحا، يمكن قبل التمرين كان في جلسه على سريعا مع مستر كارتيرون والمترجم الدكتور عمرو مع اللاعب احمد علاء، يمكن استمرت يمكن دقيقتين ما استمرتش اكتر من كده. هو عقبها على طول كان نزول كل اللاعبين لارض الملعب. مستر كاتيرون والكابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكره طبعا والمدرب العام عمل محاضره معاهم في الملعب يمكن استمرت حوالي 5 دقائق، اتكلم فيها كاتيرون عن المرحله المقبله، عن مباراه وفاق سطيف، طلبهم بالفوز هناك وتاهل من الجزائر. يمكن النهارده تدريب كان بدني شاق شويه لان الاهلي خد اجازه لمده يومين، ابتدى امبارح اول تمريناته كان برضه تدريبات بدنيه، النهارده ايضا تدريبات بدنيه شاقه شويه، وبعد كده كان في تقسيمه يمكن شارك في فقره التدريبات الحراس الكابتن مصطفى كمال مع طبعا علي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان، يمكن شريف اكرامي اليوم الثاني ما كانش موجود في التمرين، يمكن تأهيل مستمر لي اللاعب محمد نجيب مع الكابتن طارق عبد العزيز. يمكن سالت قالوا لي نجيب قدامه اسبوعين ويرجع الملعب. شارك النهارده في التمرين بكل قوه سعد سمير، صلاح محسن، احمد فتحي، رامي ربيعه ايضا، يمكن اسلام محارب وباسم علي وحسام عاشور وصبر رحيل
يمكن بعد عملوا تدريبات بدنيه ولكن اكتفى الجهاز الطبي وجهاز المعاون للجهاز الطبي ان هم يعملوا تدريبات خفيفه ما يخشوش في تمرين الكره. باهلهم الثاني طبعا صبر رحيل باسم علي اسلام محارب صبر رحيل اسلام محارب باسم علي حسام عاشور. خليني اقول لك كمان ان الاستعداد لمباراه وفاق الصيف مستمر، يمكن غدا في تمرين 6 ساعه ونصف صباحا يوم الثلاثاء في ماتش ودي الساعه 3 ونصف مع فريق الاتصالات. يمكن مستر كارتيرون اتكلم عن مواجهه وفاق الصيف ان مواجهه صعبه بكل تاكيد الاجواء أكيد. في الجزائر طبعا اجواء قويه اجواء حماسيه، جماهير الجزائر عندهم حماس ولكن هو متعود على هذه الاجواء، وهدف النادي الاهلي واضح هو الفوز والرجوع من الجزائر بالفوز. يمكن الفريق هيسافر يوم 21 وهيتمرن هناك تمرينتين لان الملعب طبعا نجيل صناعي والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيسمح انه يكون الملعب غير نجيل طبيعي، يبقى فيه تمرينتين مش تمرينه واحده، فالاهلي هيسافر 21 وهيتمرن هناك تمرينتين. يمكن دي كانت ابرز كواليس تدريب النادي الاهلي اليوم. شيما شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. نروح بقى معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الأخبار المساء، المنتخب يطير لسوازيلاند، صلاح يعود لإنجلترا وأجيري يتمسك باصطحاب النني وطارق. المساء، الفراعنة في سوازيلاند بتشكيل اضطراري، أجيري يستعين بالوجوه الجديدة في الجولة القادمة بسبب الإصابات والشحات بديل عن صلاح بعد تأكد غياب الكينج في الإياب. اليوم السابع، رحلة منتخب مصر لسوازيلاند تستغرق 10 ساعات. سوبر كورة، مدرب المنتخب يرفض مواجهة تونس في ملعب السلام. الشروق، ناجي يصرح الشناوي يعيش أفضل فترة في مشواره. الفجر، هاني رمزي، نتابع تونس بشكل جيد وهدفنا صدارة المجموعة. بوابة أخبار اليوم، مدرب المنتخب غياب صلاح يؤثر على مواجهة إسواتيني القادمة. كرة، طبيب منتخب مصر عن إصابة صلاح، تصريحاتي فهمت بشكل خاطئ. صدى البلد، خافيير أجيري يستقر على بديل محمد صلاح أمام سوازيلاند. وان تري، مدير استاد السلام يرد على اتهامات سوء الملعب. في الجول، كردي لم يتم مناقشة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين، أوافق على الفكرة في حال تسريح المنتخب. بوابة الأهرام، طارق العشري يقترب من تدريب منتخب ليبيا. الوطن سبورت، إناوي وديوارا يجددان للإنتاج الحربي. فيتو، خلاف بين الزمالك ووزير الرياضة بسبب الجمعية العمومية. سكاي نيوز، ساري يحسم مستقبل هازارد مع تشيلسي. سبورت 360، نصيحة ميسي لنيمار بتعاقب ريال مدريد. أسلو كاكويو غازل عملاق الدوري الإيطالي. نروح معاكم لتفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي ونبتدي من اليوم السابع اللي قال إن غسلت النهارده بعثة المنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري مطار القاهرة الدولي على طيارة خاصة عشان تخوض مباراة الإياب في الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، وبتستغرق رحلة المنتخب الوطني لمدينة أمبابان عاصمة سوازيلاند 10 ساعات، والمقرر أنها توصل بعثة المنتخب إن شاء الله هناك الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. كمان سوبر كورة قالت أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني رفض مواجهة تونس على استاد السلام، وطلب من اتحاد الكورة البحث عن ملعب آخر سواء في القاهرة أو برا القاهرة. أجيري أكد أن أرضية الملعب سيئة وهي السبب في إصابة اللعيبة وعلى رأسهم محمد صلاح وعمرو طارق والنني، واتحاد الكورة بيبحث دلوقتي العودة لبرج العرب في مباراة تونس، خصوصا طبعا وأن هي هتكون شديدة الأهمية للفراعنة، بجانب رغبة اتحاد الكورة في حضور أعداد كبيرة من الجماهير بعد ما شاهدت مباراة سوازيلاند الأخيرة حضور 15 ألف مشجع بس.
كمان الشروق قالت ان احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الاول قال ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي من افضل لعيبه المنتخب برغم الهدف اللي تلقاه في مباراه اسواتيني في تصفيات امم افريقيا. ناجي قال ان الهدف اللي سكن مرمى الشناوي بيحصل مره كل 50 مباراه وده مش بيقلل من الشناوي اللي بيعيش فتره كويسه جدا سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. كمان ناجي قال ان ارضيه ملعب نادي ارضيه ملعب استاد السلام هي السبب في إصابة اللعيبة. الله عليك يا شناوي. الشناوي ناوي على التألق ناوي ناوي. الشناوي. محاولة تأتي المحاولة عالية والشناوي الشناوي الشناوي نعم عمل الشناوي عبر التاريخ. الكره رايحه فين يا نهار ابيض؟ الله عليك يا شناوي من على الخط يشيل يطلع الكره بالايد العكسيه في ناموس 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 الاستراي من حارس المرمى يطلع الكره راسيه حلوه راسيه حلوه ولكن يتألق محمد الشناوي في اول اختبار حقيقي. نرجع مرة تانية نكمل أخبارنا المحلية وبنوصل للفجر اللي قال إن هاني رمزي المدرب المنتخب قال إن الجهاز الفني تابع مباراة تونس والنايجر بشكل كويس جدا واللي انتهت بهدف دون رد لنصور قرطاج. رمزي كمان قال إن المنتخب الوطني بيسعى إن هو يوصل لصدارة المجموعة خلال مواجهة تونس وشدد إنه مفيش أي مباراة سهلة في المجموعة خالص. كمان بوابة أخبار اليوم قالت ان هاني رمزي اكد ان غياب النجم محمد صلاح عن مباراه اسواتيني القادمه هيأثر على صفوف المنتخب الوطني لكن الجهاز عنده ثقه في كل اللعيبه. رمزي كمان قال ان نادي ليفربول الانجليزي كان عنده رغبه في مشاركه محمد صلاح لوقت معين من المباراه ولكن اللاعب كان عنده اصرار ان هو يخوض المباراه كامله. كمان الشروق او موقع كوره قال ان محمد ابو العيلة طبيب المنتخب قال في تصريحات لي على شكوى نجم محمد نجم المنتخب الاول محمد صلاح من الام اثناء مباراه سوازيلاند امبارح اتفهمت بشكل غلط. ابو العيلة كمان قال انه مش بيحمل الجهاز الفني مسؤوليه اصابه محمد صلاح لكن ادلى بتصريحات تم فهمها بشكل غلط وكان هو قاصد ان محمد صلاح كان بيعاني من الاجهاد قبل المباراه وما كانش فيه اصابه وبالتالي مشاركته قصاد سوازيلاند ما كانتش مخاطره من الجهاز الفني. وشدد كمان ان محمد صلاح اكد جاهزيته ليله المباراه وان هو قال ان ما كانش عنده اي مشاكل ان هو يشارك او ما كانش عنده اي معاناه من اي اصابه. صدى البلد كمان قالت ان خافيار اجاري استقر على بديل محمد صلاح خلال مباراه الفراعنه اللي جايه قصاد سوازيلاند والمقرر ليها ان شاء الله بعد بكره يوم الثلاث. حسين الشحات هو المرشح الاول عند خافيار اجاري عشان يلعب بيه بدل محمد صلاح بعد المستوى الكويس جدا اللي قدمه اللاعب طول الفتره اللي فاتت في تدريبات الفراعنه بفضل طبعا القدرات الفنيه والبدنيه اللي بيتمتع بها اللاعب. كمان موقع 1-3 قال ان ممدوح راغب مدير استاد السلام علق على الانتقادات الشديده اللي تعرض ليها الملعب من امبارح وتحديدا بعد اصابه محمد صلاح في مباراه منتخب مصر قصاد سوازيلاند. راغب قال ان مفيش اي مبرر من الهجوم ده على استاد السلام واللي اقيم عليه 6 مباريات في 12 يوم بس وما تاثرش على الاطلاق. راغب كمان قال ان النادي الاهلي اكبر نادي في مصر اختار استاد السلام عشان يستقبل عليه مبارياته واذا كان بيشكو اللعيبه منه كان النادي الاهلي ما اقامش مباريات على ملعب السلام. كمان في الجول قال ان كرم كردي عضو مجلس اتحاد الكوره كشف عن عدم مناقشه فكره معامله لعيبه شمال افريقيا كمحليين في الدوري المصري وده الكلام اللي سمعناه هيتم معاملتهم من يناير اللي جاي كمحليين. كردي كمان قال ان المفروض ان يكون في دراسه للقرار ده بصوره كبيره جدا قبل اي قرار نهائي في الموضوع ده واكد ان هو بيرفض الموضوع ده تماما وانه ممكن يوافق عليه في حاله واحده بس وهي تسريح المنتخب. كمان كردي قال في تصريحاته بانه بيرفض وجود 4 لعيبه اجانب فازاي نضيف كمان لعيبه من شمال افريقيا عليهم.
سكاي نيوز قالت ان المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي ساري حسب مصير إيدن هازارد مع الفريق بعد أخبار وتصريحات بشأن انضمام النجم البلجيكي لنادي ريال مدريد الأسباني. ساري كمان قال إن هازارد هيستمر مع الفريق وما فيش أي مجال لرحيله، فهو واحد من أفضل 3 أو 4 لعيبة في العالم وبيتطور بشكل إيجابي. كمان سبورت 360 كشفت تقارير صحفية عن نصيحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني برشلونة لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بشأن مستقبله واللي هيتعاقب فريق ريال مدريد. ووفقا للتقارير فإن نيمار قرر بالفعل مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف اللي جاي، وده اللي خلاه يتكلم مع ليونيل ميسي اللي كان محتاج لنصيحته. قال في تقريره إن ميسي نصح نيمار بالانتقال لأحد الأندية الإنجليزية عشان يدعم نفسه، كمان عشان محدش يشوفه بقميص الغريم التقليدي ريال مدريد الأسباني. كمان أصل أسبانية قالت إن البلجيكي لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد امتدح نادي يوفنتوس الإيطالي، معتبر الأخير واحد من أفضل 3 فرق في قارة أوروبا، واعترف بأنه بيحلم بالانتقال للعب في الدوري الإيطالي. لوكاكو كمان قال إن يوفنتوس عنده مشروع رائع وبيواصل العمل بجد عليه كل سنة وبيسعى ان هو يكون اقوى، فهو واحد من افضل 3 فرق في اوروبا وعندهم لعيبة مميزين في كل المراكز خصوصا طبعا كريستيانو رونالدو. وكمان قال لا شك في ان يوفنتوس واحد من افضل 3 فرق في اوروبا ولديهم مدرب ولاعبين رائعين غير عاديين في كل المراكز. طيب دلوقتي سريعا هنروح معاكم لاهم اللي اتقال في السوشيال ميديا عن نجوم كرة القدم. هنبتدي مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني الأول، واللي نشر صورة على صفحته على تويتر قبل ما يسافر لإنجلترا بعد ما غادر معسكر المنتخب بسبب إحساسه بالإجهاد في العضلة الضمة. نشر محمد النني كمان على تويتر صورة للمنتخب من الطيارة وهما مسافرين لسوازيلاند النهاردة الصبح وكتب لسوازيلاند. كمان نشر محمد هاني صور للفريق من رحلة سوازيلاند على صفحته على تويتر وقال إن شاء الله يوفق منتخبنا في الماتش اللي جاي، وطبعا أكيد فوزنا هيكون فوز حاسم للتأهل لأمم أفريقيا. كمان نشر عمرو وردة لاعب باوك والمنتخب الوطني الأول صورة على الانستجرام مع صلاح في ماتش سوازيلاند وكتب مكملين سوا. نشر كمان محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأولمبي صورة على الانستجرام مع الجهاز الفني من تدريب من تدريبات الفريق في دبي والمتواجد فيها دلوقتي المنتخب عشان يخوض مباراتين وديتين مع الإمارات. عالميا بقى كتبت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر عشاء برشلونة في كل مكان طب يومكم بكل خير، بعد أسبوعين يتجدد موعدنا مع متعة الكلاسيكو في الكامب نو. طبعا الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة هيكون ماتش أكيد مثير جدا والكل مستنيه، هيكون يوم 28 أكتوبر الجاي. كمان نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على تويتر صورة للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وكتبت منذ 9 أعوام قال بيكهام وداعا عاطفيا لجماهير انجلترا في اخر مباراه ليه. كمان نشر الهولندي فان ألدم على صفحته على تويتر صوره من ماتش امبارح بين هولندا والمانيا في دوري الامم الاوروبيه واللي فاز فيها منتخب الطواحين 3-0 وكتب فان ألدم يا لها من ليله فوز جيد على المانيا 3-0 سعيد بالتواجد في التشكيل. كمان نشرت الصفحه الرسميه في الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر صوره لمدرب المانيا يواكيم لوف وكتبت المباراة ضد هولندا هي رقم 168 ليواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني، رقم قياسي جديد، الرقم القياسي السابق كان متسجل باسم المدرب ساب هيربرجر وكان رصيده 167 مباراة مع المانشفت. كمان نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لمنتخب جبل طارق وكتبت يوم للتاريخ لهذه البلاد، منتخب جبل طارق يتمكن من تحقيق الفوز الأول الرسمي في التاريخ على أرمينيا. طبعا ده جيب هدف نظيف قبل فوز النهاردة.
الفوز قبل الفوز طبعا النهارده سكنت شباك الفريق 107 هدف قبل كده وسجلوا 5 اهداف بس وده اكيد يوم مش هيتنسي بالنسبه للبلد دي. كمان كيليان مبابي نشر فيديو على صفحته على انستغرام من تدريبات منتخب فرنسا واعتذر لزميله في الفريق عثمان ديمبلي. تعالوا نروح نشوف الفيديو مع بعض. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده في كلام في الميديا. خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد الديك الناقد الرياضي في الشروق. مساء الخير على حضرتك. منورنا. طبعا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم عنها واكيد اهمها منتخبنا الوطني الاول واللقاء القادم ان شاء الله قصاد سوازيلاند. فلما نتكلم عن اللقاء القادم اللي هو يوم الثلاث باذن الله بعد ما سافرت بعثتنا النهارده الصبح توصل باذن الله برده الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره النهارده اكيد لازم نتكلم عن اللقاء الاولاني لقاء مصر وسوازيلاند اللقاء اللي انتهى بنتيجه 4 اهداف لهدف واحد. شفت اللقاء ده ازاي؟ اولا ده يمكن كان لقاء هام جدا بالنسبه لمنتخب مصر بعد الانتصار الكبير اللي حققه قدام نيجر، فكان لازم ان المنتخب يمشي نفس خطواته عشان ما يحس بس ان المنتخب حصل فيه طفره. كان قدام 6-1 قدام نيجر، فكان هام جدا ان احنا نكسب الماتش الثاني علشان نحسن موقفنا كمان في المجموعه العشره. الحاجه الثانيه كان بالنسبه لنا اول ماتش في القاهره بجمهور، وكان في غيابات كثيره كان ابرزها خط الدفاع بتاعنا احمد حجازي كانش موجود، كان برضو عندنا اصابات كثيره موجوده وغيابات كثيره موجوده، كان في برضو محمد صلاح اجهاد بالنسبه له بعد فتره من ماتشات كبيره او مع ليفربول. كان بالنسبه لنا الماتش دوت عنق زجاجه بالنسبه لنا، واعتقد المنتخب قدم شوط اول عالمي. كان في بعض شويه تراجع شويه في الشوط الثاني، ممكن نتيجه سوء ارضيه الملعب زي الناس كلها اشتكت اللعيبه، بعض اللعيبه اشتكت من سوء ارضيه ملعب استاد السلام. الملعب بيتلعب عليه ماتشات كتير قوي في الدوري، اللعيبه برده ما خدتش مثلا تدريب كبير كتير قوي على الملعب، فاعتقد ان المباراه كان بالنسبه لنا ممكن نقسمها شوطين، شوط اول كويس جدا، الشوط الثاني تراجع شويه اجهاد لعيبه من سفر، لعيبه برضه بتلعب في ماتشات في دوريات اوروبا كتير. اعتقد ان الماتش بالنسبه لنا حققنا فيه نتائج كويسه يعني بالنسبه في المجمل العام يعني. طيب خليني اسالك عن المنافس، يعني منتخب سوازيلاند او حتى منتخب النيجر، هل دي منتخبات ممكن نقيس عليها سواء يعني قياده تجاري لمنتخبنا هي قياده موفقه او حتى نقدر نحكم بها على مستوى منتخبنا بشكل عام؟ لا صعب انك تحكمي على مدرب في ماتشين، اعتقد الماتشين يعني بالمقارنة مثلا بمنتخبات مثلا زي المغرب وزي نيجيريا وزي تونس، لا اعتقد ان احنا صعب ان احنا نقوم على البتاع ده كمان. احنا لعبنا اصلا. شفت ازاي نتيجه مباراه تونس؟ الاولانيه ولا الماتش بتاع امبارح؟ الماتش بتاع امبارح. لا ماتش امبارح كان تونس كان يعني سجال، الماتش كان سجال وكان الهدف جه في بدايه الشوط الاول. كان بالنسبه لنا مش هو منتخب النيجر اللي احنا كان لعبناه. صحيح. اعتقد النيجر كانت يعني كان منافس ند قوي في الماء في تونس. بس برضه نرجع نقول ان تونس برضه كان عندها غيابات كتيره في الفريق. بالنسبه لنا احنا كسبنا النيجر بست اهداف وتونس ما قدرتش تكسب غير بهدف واحد. هدف واحد بس. فده برضه اللي تعادلت. هو عامه تونس في النظر في المجموعه نفسها جابت 4 اهداف، جول في مصر اول جوله، جول في سويسرلاند، وجول في النيجر. الهجوم بتاعها مش قد كده، بتلعب على قد اللي هو خلاص انا كسبت 1 كسبت 2، بالنسبه لي اهم حاجه 3 بونت اللي احنا بنتجمع في مجموعه. فلو اجمع النقاط بالنسبه لي حققت 9 بونت اول المجموعه. صحيح. هيلعب ماتشات كلها الباقيه مستريحه، هو بس بالنسبه له هتبقى العقبه بس في ماتش مصر اللي هيتلعب هنا. هيبقى برده الكلام، عشان كده الماتش بتاع مصر واللي جاي دوت ان شاء الله ماتش سويسرلاند ان شاء الله من شاطر الرحمن منتخب لي حق نتيجه كويسه، والنيجر ممكن تعمل نتيجه كويسه على ارضها، ونشوف ان شاء الله منتخب يستعيد الصداره ان شاء الله.
باذن الله نتمنى اكيد. طيب هل تتوقع ان يكون في تغييرات في التشكيل في المباراه القادمه يعملها اجيري طبعا بعد اكيد غياب محمد صلاح عن اللقاء؟ سمعنا ان الاقرب ليه يكون بديل هو الشحات. طبعا محمد صلاح طبعا هيغيب، وكان عندك الماتش اللي فات احمد حجازي موقوف، هيرجع الماتش دوت. اعتقد ان مستر اجيري ممكن يعمل تغييرات شويه خط الدفاع، يرجع احمد حجازي تاني، باهر محمدي معاه، الناحيه الثانيه ايمن اشرف، احمد محمدي ممكن يلعب زي ما هو بيلعب في الطريقه بتاعته، علي غزال في ليبرو متقدم نص الملعب. اعتقد ممكن لو طارق حامد في حالته ممكن يدفع بطارق حامد الماتش دوت. لازم اكيد محمد صلاح، في كلام على حسين الشحات وكلام في المعسكر، يعني لاحظنا الفتره الاخيره في المعسكر كان في تعليمات خاصه او جلسات خاصه بين الكابتن هاني رمزي وحسين الشحات. الماتش اللي فات مثلا كان في اكتر من لاعب، مثلا في عندنا مثلا تريزيجي وكان في عمرو ورده لعب بدل مثلا محمد صلاح، لكن اعتقد ان هو فعلا زي ما انت قلت حسين الشحات، بدليل ان حسين الشحات بيصير بخطوات كويسه مع نادي العين في الدوري الاماراتي الفتره الاخيره. صحيح صحيح. طيب لو سالتك عن الفرق ما بين هيكتور كوبر واجيري تقول لي ايه؟ لا، النتائج هي اللي بتحكم، يعني الراجل بيلعب بشكل مفتوح شويه على عكس التحفظ الدفاعي اللي كان هيكتور كوبر بيلعب بيه. وطبعا يعني مش عايزين برضو نخلي المصريين يعني او الجماهير تفرح بشكل الست اهداف واربعه بعديها، لان المنافس ده ما يتحكمش عليه وما يتقاس عليه اي حاجه، ما يتحكمش عليه. ثانيا انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك، فالطبيعي انك انت تكسب. ثانيا كمان اللي مريح الدنيا شويه النظام بتاع تصفيات كاس افريقيا، بس في ناس بيقولوا ان لمسات المدرب خلاص ابتدت تبان من الطريقه على الاقل في اللعب. لا، هو برضه زي ما قلت لحضرتك، هو في برضه يعني لو احنا مثلا بنبص في الملعب، فكره انك انت بتلعب بليبرو متقدم، الكابتن حسن الشحاته كان موجود، مثلا هاني سعيد في المركز دوت، مع احترامنا لعلي غزال والكلام ده كله، بس في بطء شويه في القصه النهائيه. في فكره انك انت بتلعب شوط والشوط الثاني مريح شويه، فكره انك انت المنتخب المفروض يلعب 92 دقيقه، لا ما احنا ما شفناش منتخب بيلعب 90 دقيقه كامله مع اجيري. فبرضه لسه القصه ان انا احكم على المدرب لا، صعبه شويه. المنافس انت بتلعب على شفت ازاي التغير الكبير اللي لاحظناه في الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ يعني شفنا منتخب في الشوط الاولاني غير المنتخب اللي في الشوط الثاني. ممكن زي ما قلت لحضرتك اللعيبه معظمها كانت بيلعب مع بعضيها الفتره الاخيره كلها، نفس التشكيله ثابته، باستثناء مثلا باهر محمدي اللي هو لعب ماتش الاخير، علي غزال يعتبر وجه جديد قديم، كذا مثلا في مثلا عمرو ورده، يعني فترة كان هيكتور كوبر بيلعب احتياطي، شفنا مثلا بيلعب مروان محسن برضه الفتره الاخيره، لا نفس التشكيله لعب مع هيكتور كوبر. فاعتقد ان المنتخب البدايه كويسه جدا، بدايه كويسه، ممكن مثلا حماس ملعب، بفكره ان انا مثلا عايز اخلص ماتش بدري، فكره ان انا خايف مثلا من مفاجات الافريقيه. لا، اتمنى كمان المنتخب زي ما احنا بنتكلم ان هو يلعب بنفس الحماس طول ال 90 دقيقه، فده مش هيحصل الا لما مثلا المنتخب بيبقى واقف على رجليه بنسبه 90%، المنتخب بيبقى التشكيل بتاعه يعني التشكيل لغايه دلوقتي ما شفناش مثلا تشكيل ثابت. المدرب كل مثلا كل معسكر بيستدعي لعيبه جديده. صحيح. بيجرب، ودي فرصه هو عايز كويسه يجرب كل اللعيبه. دي فرصه كويسه، احنا بنلعب مثلا قدام نايجر سويسرلاند ماتشين ورا بعضيهم. غياب محمد صلاح الناس كلها مش قلقانه، ودي حاجه منافس كويسة. متواضع يعني في مستوى مثلا اول مره مثلا منتخب لا لضل محمد صلاح، خلاص يعني محمد صلاح راجل مجهد او مرهق، خلاص يسافر ليفربول. انت شايف ان هو ما كانش المفروض يلعب الماتش اللي فات؟ الراجل ده كان مجهد، او كان المفروض مثلا يلعب شوط واحد بس كفايه؟ الراجل كان لا، اعتقد ان محمد صلاح نفسه كان يرفض ان هو يريح، يعني محمد صلاح نفسه اولا ان هو داخل في منافسه احسن لاعب في افريقيا. احنا سمعنا ان كان في خطاب او محادثه هاتفيه حصلت من ليفربول لمنتخبنا الوطني، او طلبوهم ان هم يريحوا محمد صلاح لو يقدروا. حصل، بس هو محمد صلاح فعلا هو اللي طلب ان هو يلعب الماتش دوت. اولا محمد صلاح الفتره الاخيره في ليفربول مش كويس، وجوده في المنتخب بيديله دافع قوي جدا ان هو ينافس على جائزه احسن لاعب في افريقيا. صحيح. اللي هتعني ان شاء الله ربنا يقومه. ان شاء الله ربنا ان شاء الله كده يكرمه ان شاء الله وياخدها للموسم الثاني على التوالي يا رب. فكره وجود محمد صلاح دي اعتقد ان الجهاز الفني حاجه نفسيه لمحمد صلاح نفسه اللاعب اولا. بتلعب قدام منافس يعني نسبيا سهل شويه، انك انت تجيب هدف مثلا، في هتديك دفعه معنويه انك ترجع ليفربول، عندك دوري ابطال، عندك الدوري الانجليزي. كمان الصحافه الاجنبيه نفسها الانجليزيه النهارده بتتكلم ان محمد صلاح كان متوقع ان هو إيه يعني مش محمد صلاح يجيب هدف واحد بس في منتخب ضعيف زي منتخب سويسرا. طب انت شايف يعني الاختلاف ما بين المستوى ما بين بدايه محمد صلاح في الموسم الحالي في البريمير ليج حتى وبدايه محمد صلاح في الموسم الماضي من البريمير ليج، شايف الاختلاف الكبير ده في المستوى بسبب ايه؟ عدة أسباب. أولا محمد صلاح دلوقتي السبوت الإعلامي والضغط الإعلامي عليه كبير، مش محمد صلاح مثلا اللي كان رايح مثلا سنة أولى
دوري انجليزي السنه اللي فاتت مع ليفربول، مش محمد صلاح مثلا اللي حقق ارقام قياسيه، مش محمد صلاح اللي خد احسن لاعب في انجلترا، مش محمد صلاح مثلا اللي احسن لاعب في افريقيا، مش محمد صلاح اللي هو خد احسن الهداف، لا محمد صلاح اللي وصل مثلا لنصف النهائي لنهائي دوري ابطال. لا اعتقد ان الضغط او كل مثلا مدرب يبدا لا يا جماعه خلي بالكم ان في لاعب اسمه محمد صلاح، ده الفرق اللي خلى ان في اهتمام شويه باللعيبه ومدافعين خط الدفاع عامه بتاع المنافسين. محمد صلاح، محمد صلاح نجم عمل مستوى رهيب السنه اللي فاتت مع منتخب مصر او مع ليفربول. البدايه بتاعت السنه دي مشكلته الاول مع الاتحاد على الكره، كميه الماتشات الكتيره اللي لعبها محمد صلاح السنه اللي فاتت سواء مع منتخب او مع ليفربول ما فيش مثلا راحه خدها محمد صلاح بشكل كافي. برضو زي ما اقول مثلا فكره ليفربول ما لعبش السنه دي بتدعيمات كويسه، فرط في كذا لاعب مهم بالنسبه له، كان عامل قوي بوجود محمد صلاح، اسيستات لمحمد صلاح، التاتش اللي حصل بينه وبين ساديو ماني السنه دي صحيح نفسنا شويه، فكره انك انت مش لازم تبقى انت كل هداف، تبقى انت السبوت او تاخد مثلا الشو الاعلامي كله لوحدك صحيح. فانت شفت ان فيها تعمد، يعني هو ماني مثلا قال انا مش هقعد اعمل لك اسيستات وانت اللي تفوز بكل الجوائز، فانا من حقي انك اي حد يعني له علاقه بالكوره يفهم ان ساديو في حاجه بين محمد صلاح وساديو ماني، يعني حتى برغم التصريحات اللي هي مجاملات بس انت عارف برضه احنا لو بصينا لها في نفس التوقيت ده من السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات في البريمير ليج هنلاقي صلاح كان جايب 4 اهداف، دلوقتي 3 اهداف، الفرق مش كبير برضه. حلو، بس السنه اللي فاتت محمد صلاح لسه ما خدش على الفرقه، ما كانش لسه طبع بالفرقه، لكن محمد صلاح لعب مع الموسم السنه اللي فاتت. غنزة ما قلت لحضرتك السنه دي كمان فكره الاصابه اللي حصلت الفتره الاخيره بتاعت نهائي دوري الابطال، بكمان شارك منتخب مصر والنتائج اللي حصلت في منتخب مصر الضعيفه اللي كانت على عكس المستوى او على عكس المتوقع. الحاجة الثانية كمان فكرة المشاكل مع اتحاد الكرة تسويقية شوية، وان هو محمد صلاح أول مرة يطلع ينزل مثلا فيديو لايف يتكلم فيه عن المشكلة. لا محمد صلاح في حاجات كتير مشتتة شوية بعيد عن الأداء نفسه يعني. صحيح. طيب خليني أسألك بقى عن أجاري، وشفت أجاري وجهاز المعاون ظلموا مين إن هم ما استدعوهوش لمعسكر سوازيلاند أو معسكر النيجر؟ خلينا نبقى واقعيين شوية، فكرة إنك أنت تجيب لاعب أو الكلام ده كله حق أصيل للجهاز الفني طبعا. المنتخب هو اللي في الاول بيتحاسب على النتائج، بس لو احنا هنتكلم على ارض الواقع اول حد طبعا المفروض يعني علامه استفهام كبيره قوي من اول مستر هيكتور كوبر وليد سليمان طبعا نجم النادي الاهلي، مش عارفين يوم عادي مصريه مثلا انا مش فاهمه في ايه. مش هنتكلم على احمد فتحي يعني احمد فتحي مش هنتكلم عليه دلوقتي خالص، هنتكلم على حد اسمه وليد سليمان. وليد اولا يعني مثلا في مركزه ما فيش مثلا بالارقام ما فيش حد احسن منه. ثانيا وليد سليمان عنده خبرات دوليه افريقيه، وحتى السن بتاعه مش كبير قوي يعني مثلا ما عداش مثلا 35 مستوى ثابت. انا قلت لحضرتك يعني مثلا بيسجل في الدوري، بيسجل في الكاس، بيسجل في دوري ابطال العرب، لا في حاجات كتير قوي يعني. وليد سليمان الصراحه بالنسبه لنا وكلام كتير قوي، وليد ما يتخدش ليه؟ احمد فتحي برضه نفس القصه، فكره انك انت عاوز تنزل بالاعمار السنيه، بس احمد فتحي راجل اساسي وراجل مستواه ثابت. وانت عندك مثلا عندك احمد محمدي بس في الجبهه اليمين مثلا، قدر الله مثلا حصلت مثلا مصابه مثلا احمد محمدي هتلعب بمين؟ باك يمين تاني صحيح في المنتخب. صحيح. لا في كذا لعيب الصراحه منتخب مصر في كلام كبير قوي عليهم ما تاخدوش، بس هو الكلام كله على وليد سليمان الصراحه. وليد بيقدم مستوى كويس جدا، وانا يعني بشكر وليد ان هو ما بيطلعش يتكلم، ودي حاجه تحسب لوليد سليمان الصراحه. صحيح. في ناس بتقول لك لا انا هطلع اتكلم واشتم واقول مثلا اشمعنى مثلا واشتكي مثلا من الظلم الواقع عليا والكلام ده كله. احنا مثلا قرينا من بعض الجرايد بتاعت النهارده ان كان في تصريح لاحمد فتحي بيقول فيه ان هو ما كانش عنده مشكله ان هو ما ينضمش للمنتخب، بس اتضايق ان طلع مسؤولين منتخبنا الوطني الاول قال ان ما تمش ضمه هو وبعض اللعيبه بسبب كبر سنهم، وقال طب لو كده بقى يا جماعه يبقوا يعملوا قانون اللعيبه يعتزلوا هم عندهم 30 سنه بدل ما يتعبوا نفسهم على الفاضي. مش شرط، احنا شفنا مثلا حسام حسن بيلعب لسن 39 سنه، شفنا مثلا عصام الحضري بيتكلم عصام الحضري 45 سنه. لا ملهاش علاقه الفكره، احنا ما بنتكلمش في حاجه زي كده. طب خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في كده، يبقى كل لعيب عدى مثلا زي ما انت قلتي مثلا سن 30 حتى كابتن هاني رمزي نفسه كان بيلعب لسن كبير. كابتن هاني رمزي لعب لغايه سن 33 سنه على ما اعتقد. لا ما اعتقدش ان الكلام قصه فكره السن دي، لا فكره يعني كلام لا يعقل من الجهاز الفني بتاع منتخب مصر يعني. صحيح. طبعا اكيد عامل خبره مهم جدا مع وجود السن الصغير، يعني انا طبعاً بحترم جدا وجهه نظرهم ان هم بيبنوا منتخب ل 2022 ده حقهم. مش بقصة الفكره، انت بتتكلمي فكره لا الخبرات موجوده، الجهاز الفني او التشكيله بتاعت منتخب مصر الحاليه بتلعب
من سن 13 14 سنه، محمد صلاح، محمد النني، احمد حجازي، محمد الشناوي، لا الناس دي لعبت كاس عالم، عمرو ورده، مروان محسن، الجيل دوت لعب مع الكابتن ضياء السيد كاس عالم، لعب بعد كده مع الكابتن هاني رمزي نفسه اولمبياد، لعبوا نفسهم في كاس عالم، والسن بتاعهم لا خبراتهم وصلت. يعني محمد صلاح دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيكسر ارقام قياسيه مثلا ما شفناهاش مثلا من بتاع دوت مع منتخب مصر، اللي هو يوصل مثلا دلوقتي الهداف التاريخي لتصفيات امم افريقيا ب 13 هدف بعد حسام حسن. حسام حسن كان مثلا فين كم سنه حسام حسن مثلا، كابتن حسام مثلا اعتزل الكوره، لا فكره القصه الخبرات والحاجات اللي زي كده. ماشي انت بتبني جهاز بتبني تشكيل، بس انت عندك اساسيات تحط عليها صحيح، وما ينفعش فكره انك انت اصلا تنزل بالتشكيل او السلم مره واحده، لكن انت مثلا بتحتاج برضه لعيبه لسه تاخد وقتها في التشكيل وكده. بس في اعمده للمنتخب مش سهله قوي ان الواحد لا يستغنى عنها. لا لا طبعا في اعمده اساسيه انت بتكمل فيها، 1 2 3 4 دول اساسيين، انت ممكن تغير في مركز او اثنين وبالتدريج. ده غير ان في كمان مراكز بغض النظر عن السن، فيها نقص اساسي. يعني ما بتكلم مثلا في خط الباك اليمين عندك او الباك الشمال او الاثنين قلبين الدفاع او قصه الثلاثه اللي هم تحت راس الحرب او راس الحرب نفسه اللي احنا عندنا لغايه دلوقتي مشكله كبيره قوي بقصه راس الحرب. صحيح. طيب عايزين بقى نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي عنده لقاء هام جدا قصاده فاقصة ضيف الجزائري يوم 23 القادم في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد اللقاء ده هيحسم بنسبه كبيره جدا البطوله الافريقيه لصالح النادي الاهلي باذن الله ترجع لنا مره ثانيه بعد غياب من 2013. اسالك الاول، شايف النادي الاهلي هيتعامل مع اللقاء ده ازاي في ظل وجود غيابات مؤثره جدا في الفريق؟ هو زي ما بيقولوا كده الاهلي من الحضر، الله يكون في عمر الجهاز الفني طبعا. عنده 14 لاعب اساسيين بين اصابات وبين ماتشات دوليه، ربنا يستر على اللعيبه الدوليه طبعا عشان ما يبقاش المشكله مشكلتين. لكن اعتقد ان الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي بقياده الكابتن كارتيرون والكابتن محمد يوسف بيعمل حاجه كويسه جدا، يعمل تدوير كويس. شفنا كذا لاعب ظهر مستوى كويس جدا في البطوله العربيه، ماتش كاس مصر الاخير، كمان الفتره الاخيره فتره التوقف الدولي الحالي الموجوده، في اكتر من لاعب بيتم تجهيزه، مثلا حسام عاشور ان شاء الله يلحق الماتش، في سعد سمير، في محمد نجيب، لا ان شاء الله الجهاز الفني باللعيبه الموجوده ان شاء الله يقدموا مستوى كويس جدا ان شاء الله. النتيجه يعني اللي مش عايزين نقول انها مش مرضيه قوي، بس 2-0 برضه اكيد الاتحاد. يعني 2-0 بالنسبه لنا هنا في الاجواء بتاعت الجزائر. مثلا المصري كسب هناك في الجزائر، بس التعامل الجماهيري صحيح مع ماتش اهلي غير التعامل الجماهيري مع اي فريق تاني مصري. صحيح، وكمان مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، اخر لقاء للنادي الاهلي الاسبوع اللي فات، شفت ايه المشاكل اللي واجهت النادي الاهلي وخلته ان هو يخسر المباراه دي بنتيجه 4-3؟ بص، هو كان واضح في بالنسبه للنادي الاهلي مشكله في خط الدفاع، عدم الربط اللي كان في خط الدفاع خالص، والاتحاد السكندري استغل الكرات الطوليه اللي ورا خط الدفاع صحيح مع صحيح سرعات رزاق سيسي، بالاضافه كمان عدم التمركز الصحيح. يعني شفنا الجول الثاني بتاع خالد قمر بيجي واقف لوحده خالص، جاي من ورا منطلق بسرعه كبيره قوي. الجول الرابع نفس القصه، الجول لا في مشكله في خط الدفاع بتاع النادي الاهلي، كمان في مشكله بالنسبه للخط الامامي. الفرص السهله اللي قدام النادي الاهلي دي برضو علامه من علامات اللي المفروض الجهاز الفني يتوقف عندها، برغم ان النادي الاهلي جاب 3 اهداف وبعد كده في كاس مصر جاب 3 وقبلها في البطوله العربيه جاب 4 اهداف، بس في مشكله في خط الهجوم وخط الدفاع. اعتقد ان مستر كارترون الفتره الاخيره في التدريبات تحديدا لازم يركز عليها، خاصة ان خط دفاع وفاء سطيف ضعيف شوية لو حطينا مثلا مهاجمين سرعة، وده اللي وضح في الجول بتاع الجول الاولاني. احمد حمودي عدى وخلاص باص الكورة وليد سليمان جاب جول، فلا خط الدفاع في مشكلة في وفاء سطيف، المفروض الجهاز الفني يركز على القصة دي بتاعت النادي الاهلي. طيب لو اتكلمنا برضو عن عامل الجمهور واكيد كمان عن عامل الارض النجيل الصناعي، شايف ان ده هيكون تاثيره سلبي على النادي الاهلي؟ لا، هو اولا انا قلت في بالنسبه لجمهور الجزائر بيكون فيه اهتمام شديد قوي بماتشات الاهلي، انا قلت طبعًا مع بعثه الاهلي في 2010 ماتش شبيبه الجزائر،
لا مش عايز اقول لك يعني طول 90 دقيقه الجمهور ما بيكلش في مل من تشجيع. يعني فكره انك انت تبقى في مدرج كده حواليك مثلا 30 40 الف، الملعب كمان بتاع ابو فاز طيف قريب شويه، الجمهور بتاعه قريب شويه صحيح من الملعب نفسه، فده هيعمل. بس اعتقد خبرات لعيبه النادي الاهلي، الاهلي كمان بيقدم مستوى كويس بره افريقيا في الماتشات خارج ملعبه، يعني مش عايزين نقول مثلا احسن، بس لا يعني تقارب شويه الاداء اللي بيلعب به هنا في مصر. نجيل الصناعي، النادي الاهلي برضه لعب قدام اتحاد العاصمه قبل كده في بطوله برضه في اعتقد 2005 2006 ونجح محمد بركات وقتها ان هو يجيب. لا مشكله ان النجيل الصناعي مش بالنسبه لنا ان شاء الله تبقى مش مشكله كبيره بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي من وجهه نظري. وخبرات لعيبه النادي الاهلي برضه زي ما قلت لحضرتك في افريقيا، ان هو تعامل خلاص مع الجمهور، ان احيانا كمان لما كان هنا فتره توقف الدوري فتره 2012 2013 كان كنا بنلعب من غير جمهور، النادي الاهلي كان بيلعب بره بجمهور. فلا قصه الجمهور بالنسبه لنا هتبقى من بالنسبه لنا اعتقد النادي الاهلي. وكان النهارده في تصريح للمستر كارتيرون ان هو بالنسبه له الجمهور مش ازمه، ويعرف يتعامل مع قصه الجمهور والحاجات اللي زي كده في الجزائر، ان هو لعب قبل كده في الجزائر في مع تيم مازيمبي. صحيح. طيب علي معلول واصابته، طبعا علي معلول واحد من اهم الاوراق الرابحه للنادي الاهلي، شايف مين ممكن يعوضه؟ والله هو في حلين يعني، بس اعتقد ان الحل الاساسي دلوقتي لو محمد نجيب رجع ممكن يلعب محمد نجيب وسليف كولوبالي ورا، ويلعب ايمن اشرف باك شمال. لو ما لحقش محمد نجيب ان هو يرجع او سعد سمير مثلا، اعتقد ان الحل الامثل دلوقتي صبري رحيل، وده اللي شفناه في الفتره الاخيره ان مستر كارتيرون بيدي صبري رحيل في ماتشات البطوله العربيه. صحيح. او بطوله كاس مصر في الفتره الاخيره. بالرغم من يعني مع احترامنا لكل لعيبه النادي الاهلي، علي معلول شويه بالنسبه لمنتخب تونس النادي الاهلي راجل بيلعب مستوى ثابت الفتره الاخيره. صبري ان شاء الله اتمنى ان هو يعوض غياب الكابتن علي معلول ان شاء الله. ان شاء الله اكيد كلنا بنتمنى. طيب من امبارح للنهارده حطينا سؤال للجمهور على صفحات السوشيال ميديا، سالناهم في رايكم مين هو البديل الانسب لمحمد صلاح في المباراه اللي جايه ان شاء الله لمنتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند يوم الثلاثاء القادم. فسريعا كده نروح نشوف معاك او نستعرض معاك ردود الجمهور علينا. عبد الله السباغ قال لنا مساء الخير، انا شايف انه يلعب بعمرو ورده والشحات وتريزيجيه وقدامهم كوكا، رايك ايه؟ تشكيل كويس. محمد فراج كمان قال مساء الخير، انا اتوقع انه هيكون حسين الشحات. كمان احمد حسين بيقول مفيش انسب من حسين الشحات، تحياتي ليكي بشكرك جدا يا احمد. محمود بيقول عمرو ورده مكان محمد صلاح والشحات مكان ورده. احمد ناصر بيقول حسين الشحات. سامح المصري بيقول البديل هو حسين الشحات او ورده. كمان ايه الاهلاويه بتقول مساء الفل عليكي، حسين الشحات افضل بديل لمحمد صلاح. احمد عبده كمان بيقول انا بقول ورده بديل لمحمد صلاح وكده التشكيله تتغير وهيلعب 4-3-3. وحسين ابو عمران بيقول احلى مساء عليكي بشكرك جدا وعلى ضيفك المحترم، بديل محمد صلاح هو حسين الشحات. محمد عادل بيقول حسين الشحات. دي كانت الاراء اللي جات لنا على الفيسبوك، كلهم يمكن بيجتمعوا عمرو ورده وحسين الشحات بنسبه 90%. ان حسين زي ما قلت لحضرتك كان في كلام يعني حتى في المعسكر الاخير كنت طلع في المعسكر كان في يعني جلسات خاصه بتحصل بين الكابتن هاني رمزي ووقفات خاصه مع حسين الشحات. احنا شفنا عمرو ورده الماتش اللي فات فاعتقد ممكن يلعب بالاثنين، حسين الشحات وعمرو ورده والجناح الثاني تريزيجيه، او يغير مثلا عمرو ورده جناح ويخلي حسين الشحات نص ملعب ويلعب قدامهم مروان محسن زي الماتش اللي فات. فهو التشكيل مش هيحصل فيه تغيير بنسبه يعني الناس كلها خلاص دلوقتي. بمناسبه الكلام على عمرو ورده، يعني شايف ايه الازمات اللي بيمر بيها اللاعب في ناديه في اليونان او في الدوري اليوناني وعدم مشاركته في المباريات المتتاليه ورا بعض؟ واضح ان هو عنده مشكله كبيره مع المدير الفني للنادي اليوناني، وشكل كده الموضوع بينهم يعني وصل لطريق مسدود. هو يعني عمرو الفتره الاخيره برضه في عدم التزام شويه بالنسبه للانديه اللي احترف فيها، في كذا مشكله، في كمان قبل كده مشكله اتعرض لها مشكله مع احدى الفتيات والكلام ده، كان في كلام اخلاقي تنطور على عمرو. لكن عمرو نفسه محتاج يطور من ادائه شويه، يهتم شويه بالناحيه البدنيه بتاعته. فاحنا شفناه الموسم اللي فات واخد يمكن جايزه افضل لاعب، دي حقيقه ما فيش مشكله، بس انا زي ما قلت لك اللاعب لما يوصل مثلا الفكر الاحترافي بتاعه قليل شويه
بيبقى فيه بيخش بقى اللي هو فكره انا ممكن نلتمس له العذر لان هو فعلا سنه صغير جدا قله خبره يعني بالنسبه له زي ما قلت لحضرتك يعني الاحترافيه زي ما احنا شفنا مثلا محمد صلاح ومحمد النني من اول ما طلع مثلا ما فيش اي مشاكل مثلا معاهم تريزيجيه نفس القصه قعد فتره مثلا ما بيلعبش غير ساب النادي وراح نادي ثاني لا لكن فكره ان انا اسيب نادي كل سنه او كل موسم العب في نادي جديد لا دي طبعا يعني لوم على اللاعب نفسه مش على المدرب بتاعه انا اعتقد ما فيش مثلا مدرب يحب مثلا لاعب يكسبه لازم العب بيه ما فيش مثلا أكيد. بتاع دوت فكره ان انا اجيب لاعب هعمل مثلا معاه مشكله كده من باب الباب لا فكره ان انا مثلا لاعب مش ملتزم يبقى خلاص ريح شويه ممكن تكون مثلا قرصه ودن شويه اللاعب لو التزم احنا بنشوف مثلا بينزل بيعمل مثلا ماتشات كويسه في الفترات الضيقه اللي بيديها له المدرب يعني صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن وجود ثلاث لعيبه في الدوري اليوناني، هل ده هيفيد منتخبنا الوطني الاول؟ يعني وجود كوكا باسم مرسي وعمرو ورد، هل شايف ان الدوري اليوناني ده دوري قوي؟ هو ممكن احنا نبص من ناحيه مش قصه اللعيبه بيروح يلعب في الدوري مثلا اليوناني او الدوري التركي غير اللعيب مثلا بيختار نادي بيلعب في الدوري الاوروبي وشيكابالا كمان اكيد وشيكابالا موجود لكن الفكره ان احنا بنتكلم اليوناني تصنيفه قليل شويه في الدوريات الاوروبيه صحيح بس ممكن نلتمس شويه العذر اللعيبه مثلا بتاعتنا عايزين يبانوا في اوروبا فكره ان انا خلاص هلعب في اوروبا يبقى انا كده موجود في الاولويات استدعاء الجهاز الفني للمنتخب يعني مصر. يعني لعب في اوروبا في الاخر احسن من اللعب في مصر احسن من اللعب في مصر اولا في ظروف الفتره الاخيره مثلا بعض اللعيبه مثلا ما كانتش بتشارك ماشي كمان مثلا كان في صحيح. مشكله في النادي بتاعه باسم موسى نفس القصه احمد حسن كوكا كان في مشكله في براجا البرتغالي فاختار ان هو يرحل شويه حس ان الدنيا تتلم شويه مع المشاكل بتاعته لكن المردود اللي هيرجع على منتخب مصر ايجابي شويه لكن اعتقد ان لو في مثلا لعيبتنا يكونوا في دوريات اعلى شويه في الترتيب هيبقى افضل اكيد لمنتخبنا هيفضل افضل للاعب نفسه وهيعود بالافاده على منتخب مصر. خليني بقى السؤال ده يودينا لسؤال تاني، اعتبارا ان لعيبه شمال افريقيا التوانسه والمغاربه وما الى ذلك لعيبه محليين ده هيأثر ازاي على منتخبنا الوطني الاول؟ يعني احنا دلوقتي عندنا اربع اجانب في كل فريق تمام. فلو احنا فتحنا الباب ده فالاجانب هيكتروا يعني صح. خلاص يعني مثلا في الاهلي عندك وليد ازارو عندك علي معلول دول هيحتسبوا ان هم محليين هنجيب تاني اثنين لعيبه اجانب غيرهم يعوضوا الفرق. احنا ممكن نتكلم نجيب نرجع شويه لورا كام لعيب من شمال افريقيا نجح في مصر؟ ده غير طبعا ان في سوريين وفلسطينيين لسه لحضرتك انا بقول لك يعني هنرجع كده نعد كده كام لاعب من شمال افريقيا نجح في مصر باستثناء انيس بوجلبان علي معلول وليد ازارو دول الثلاثه الابرز واللي لعبوا في منتخبات بلدهم وحمد النقاس دلوقتي وفرجاني الساسي بتوع تونس عشان دول بيلعبوا في منتخب مصر منتخب تونس قصدي صحيح لكن بعد كده في وسام العبدي في يامن بالذكري في كذا لاعب خلينا بس نتكلم عن فرجاني الساسي وعن علي معلول وعن وليد ازارو وعن اللعيبه اللي موجودين في الاهلي وفي الزمالك دول في اثنين هنا ناجحين مع الاهلي واثنين هنا ناجحين مع نادي الزمالك وهنا طبعا في اربع لعيبه اجانب وهنا في اربع لعيبه اجانب لو احتسبنا ان خلاص طلعنا من حسبه الاجانب الاثنين اللي هنا اللي ناجحين والاثنين اللي هنا اللي ناجحين فهيبقى في اجانب اكثر موجودين أكتر. فده هيقلل من فرص اللعيبه المحليه صحيح ان هم يبانوا ده غير كمان الفلسطينيين والسوريين غير كده وكده كمان حضرتك انا مش هدي كده فرصه للاعب بتاع الناشئ اللي عندي ابدا فكده تبقى انت كده بترمي ملايين في الارض فكره ان انا قطاع الناشئين دوت انا عامله علشان لعيب مثلا اتصاب لعيب كبر سن شويه في لعيب مميز بطلع الناشئين فدي الفكره كمان ان احنا دي مشكله لا احنا ممكن نعمل حاجه كويسه احنا ممكن نقنن فكره اللعيب المحلي اللعيب اللي شمال افريقيا هنجيب والله يا جدعان يا جماعه في نقعد كده الاتحاد ليك لاعب واحد مثلا ليك مثلا لاعب واحد او مثلا لاعب مثلا في التشكيله بتاعتك والتاني مثلا احتياطي او بره التشكيله خالص او بره ال 18 زي ما يعني ما القصه كلها بتحصل في اي حد في الدنيا كلها انا اولى بيا ابن بلدي يلعب خاصه احنا الفتره الاخيره اكتشفنا ان احنا ما عندناش راس حربه مثلا منتخب مصر ما عندوش راس حربه فما بالك بقى لما يبقى يكون فعلا القرار ده مطبق لا مفتوح مشكلة لا وكمان دلوقتي هجيب كام لاعب الفكره كمان انا هجيب كام لاعب ثانيا انت عرضت الكلام ده على الانديه ولا لا صحيح فكره ان في تونس كان الاجتماع الاخير يعني تصريح دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال فيه انا موافق على القرار ده في حاله واحده بس انت بقى صرحوا بقى المنتخب مش لازم يكون خلاص كده خلاص انت مثلا كل لعيب زمان انا دلوقتي اجيب مثلا لعيب فلسطيني ولعيب سوري دول محليين اضيف مثلا عليهم دلوقتي شمال افريقيا تونس المغرب الجزائر موريتانيا لا كده انتوا داخلين مثلا في خمس ست دول
ده غير بقى عندك كمان اربعه اجانب، مثلا عندك كده اربعه اجانب، عندك اربعه اجانب، هتلاقي مثلا مش هتلاقي ممكن لعيب واحد محلي في الدوري المصري. لا طبعا القرار اعتقد ان هو هي ممكن مثلا نقول مثلا حاجه يعني شويه قرار انفعالي شويه، مثلا النخوه واخدانه شويه مثلا او العروبه مثلا العروبه لا مش العروبه بس برضو يعني القاره الافريقيه والقاره الافريقيه عامه برضو مثلا فكره مثلا الاتحاد الشمال الافريقي عاوز مثلا يعمل لقطه ظريفه ولقطه كويسه. لا لو القرار اتخذ بشكل كويس بس احنا لو بصينا برضو هنلاقي بره ان هم بيعتبروا مثلا اوروبا كلها اللعيب الاوروبي ده لعيب عادي محلي، بس ما فيش مشكله، بس ما بيأثرش على منتخباتهم. بس احنا عارفه ان هو لو جه عندنا احنا هيبهدلنا. بقول لحضرتك الفكره انك انت ما تقارنيش لاعب اوروبا باللاعب اللاعب العربي احترامنا ولا امكانيات اوروبا ولا امكانيات طبعا. ثانيا الفكره كمان انا دلوقتي ممكن اجيب مثلا لاعب استفاد منه، عندي مثلا مشكله مثلا في خط الدفاع نجيب مثلا لعيب افريقي كويس لاعب مغربي. ثانيا برضو ان احنا نبص حاجه ثانيه كويس، احنا لما جينا نشوف ان ازاي الدفاع يعني او حتى مثلا بتكلم عن النادي الاهلي لما جينا نشوف ممكن ازاي قرار ان احنا نشوف اللعيبه السوريين والفلسطينيين بيتعاملوا معامله المصريين وجينا نحاول نعوض ده في الدفاع ده ما ينفعش اولا ما ينفعش. ثانيا زي ما قلت لحضرتك التجربه نفسها ده في لعيبه جت ومشت محدش سمع عنها اصلا. التجربه نفسها اثبتت ان هو لا اللاعب بتاع شمال افريقيا المميز فيهم بيطلع اوروبا. انهم اولا بيتكلموا لغات فرنساوي او ايطالي او مثلا حسب المكان اللي بيتكلموا فيه، فكلهم المميزين فيهم بيكون في الدول اكيد يكون طموحه اوروبي اكيد يعني بتاع دوت. لكن الفكره فعلا انا مع الدكتور كهرب كرد في فكره ان هو اللاعب المحلي لو كده هيجي بيتعمل شمال افريقيا لاعب محلي اكيد هنسرح المنتخب ونقلبه بقى دوري شمال افريقيا. صحيح. طيب تعالى نرجع مرة تانية لردود أفعال الجمهور على نفس السؤال، سؤال مين هيكون بديل لمحمد صلاح في المباراة القادمة، مباراتنا يوم الثلاثاء القادم قصاد سوازيلاند بإذن الله. محمود سالم من على تويتر بيقول حسين الشحات، سامي بيقول عمرو وردة هو أفضل بديل، محمد الدولي بيقول كل اللعيبة رجالة والمنتخب لا يقف على لاعب، عمرو بيقول حسين الشحات في ظل عدم وجود وليد سليمان، كمان عبد الله جميل بيقول حسين الشحات بشكرك جدا كلك ذوق يا عبد الله، محمود عبد الرازق بيقول حسين الشحات اكيد، احمد الشربيني صلاح ملوش بديل، حسام نصر بيقول حسين الشحات كنت اتمنى انضمام وليد سليمان عشان هو الانسب لذلك، والله كلنا كنا بنتمنى معاه. محمد احمد نوح بيقول مساء الورد بشكرك، اتمنى كنت اتمنى وليد سليمان بس في القائمه اكيد حسين الشحات وربنا يبعد الاصابات. محمد مدحت بيقول حسين الشحات. دي كانت طبعا بعض المشاركات اللي جات لنا من جمهور قناة نادي الأهلي سواء على الفيسبوك أو على تويتر ردا على سؤال حلقتنا من امبارح النهاردة كان موجود على السوشيال ميديا، مين هو الأنسب يلعب بديل في المباراة القادمة مباراة سوازيلاند قصاد منتخبنا الوطني أول يوم الثلاث اللي جاي، مين هو البديل الأنسب لمحمد صلاح بعد إصابته وخروجه من المعسكر. أستاذ محمد الديك الناقد الرياضي في الشروق نورتنا النهاردة في كلام في الميديا، استمتعنا أكيد بوجودك معنا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد جدا عليكم باذن الله.